الضيف توني خليفة، الفنان جاد شويري. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بلسان معارضيك مع أكثر ضيوف في العالم العربي إثارة للجدل، إن كان على المستوى الفني أو على المستوى الشخصي، خصوصا بعد عدد من الكليبات التي أنتجها وأخرجها وبعض الأغنيات، وأبرز تصاريحه كانت إنه يعتبر نفسه أول نموذج جنسي في الوطن العربي. إنه الفنان اللبناني جاد شويري. جاد، مساء الخير. أهلا. أهلا وسهلا فيك. إيش الحال؟ هيدا أول. بتعتبر حالك أول طرقة في الطنفية هيك بالعرب. فأنت قايل بتعتبر حالك أول نموذج جنسي، يعني سكس سامبل. هيدا الإكزاكتلي اللي انقال وقتها بالإنترفيو مع صحفية مصرية. قالت لي أنت بتعتبر مثير. قلت لها كيف يعني؟ يعني سكس سيمبل مثل ما توم كروز يا ما براد بيت يا ما. قلت لها ما في مشكله انك تكون. قالت لي بس اول مره حدا بيقبل يكون. قلت لها ما بلاقي هذا الشيء غلط، لانه كل الفنانين والممثلين الغربيه بيقولوا انا سكس سيمبل. بيتمنى بس الترجمه تبع الكلمه سيمبل نموذج سكس جنسي طلعت ثقيله بالعربي. نموذج جنسي يعني انا وقت قريتها انت بتعتبر مصدمت. حالك انا ما بعتبر حالي، كانت هي عم تقترح هالشيء لعلي. قلت لها ما بعتبر حالك رامز جنسي، يعني هيك اول بتصور تخطيت هالمرحله. صار العالم تعرف انه في شيء براسي اكثر من الشكل اللي قدمته، يا ما اكثر من الرقص اللي قدمته، اكثر من الكليبات اللي قدمتها. بدي منك نبدا بتعداد من هم معارضو جاد شويري. ححط لك كم اسم يعني. عرضوني بأول مسيرتي، لأنه في منهم كتير غيروا رأيهم وحكوا بالموضوع. لك مثلاً الأستاذ وسام الأمير عرضك كتلحين؟ لا، عرضني بمقابلة على روتانا. شو قال عنك؟ قال غنى غنيتي. ايه؟ دندنا غني أول غنية لالي أقول لك إيه، وغنى غنيته بطريقه جبليه. كانوا عم بيتحاوروا هو وسجمان وبويد عن الفن الجديد وفن السائد، بغنيها بطريقه بمسخره يعني. بس اللي صار كان بالجمهور، والجمهور هيص على غنيته مثل ما هيص على غنيتي. هلا قلت له، سالته، قال لا انا ما بعتبر هيدا فن، وما بعتبر، انا ضد هالشيء. بس غير وسام الامير. طب تكمل، ما معنا وقت عم نلعب مع الوقت. بس وسام الامير ما وافق الكلاني. رجعت سالته مين بتلاقي ظاهره بالفن العربي، رجع عطي اسمي هيدا من بعد ما نزلت وريني، وشافني بالإخراج بعدة كليبات تانية. يعني تقلك حتى معارضين مثل وسام الأمير ومثل هادي شرارة مثلا. الموزع هادي شرارة كمان حتى أول ما جيت لعنده قال لي أنت نسي ما تغني. لك أنا بقولك أنا ما زعلت، جيت لعنده كمان لي وزع لي أول غنية، قال لي لا ما بنصحك تغني، انا ما عندي وقت لنيسان، كنا يمكن بايلول. ورجع غير رايه كمان. تقلك مش رجع غير رايه، بس بتصور برهنت بطريقه انه ما كان فيك بس عم تسمعني تقول هيدا ممكن يعمل شيء، لانه امكانيات الصوتيه على قد ايه. بس يمكن وقت الشيف هلا رح نحكي عن هلا رجع حكي بالعاطي. رجع قال جد سر نجاحه هو رقصه. ما نجح لانه مغني شاطر. طيب نجح مين بعد عنا؟ بتصور بزياده يعني. لا شو بزياده ولا قلت لك في كثير من الفنانين، في كثير من المخرجين. اعلاميين مين؟ اعلاميين مثلا الست نضال احمديه. حبيبه قلبك. اكتب لي اسمها، اكتب لي اسمها نضال. حتى الست قبل ليه بتخاف؟ لا اذا ما حطيت الست انه تهاجمك؟ لا ما هاجمتني. احمديه بلا الف. هلا الف انصر هيك بتخاف من نضال يعني احسن ما انتقدك. انتقدتني بالاول كرمال ماريا مجلتها كثير انتقدتني. بس بعرف مره كانت عم تحضر التي في، بعد ما كانت سامعه باسمي ما كانت شايفتني يمكن حتى. بعد الحلقه رح تزيد هون توني خليفه كمان. خلينا نتوقف مع اول فاصل اعلاني، بعد الفاصل نبدا بلسان معارضك.
نتابع بلسان معارضيك مع ضيف هذه الحلقة الفنان اللبناني المثير للجدل جاد شويري. بهذه الفقرة جاد لدينا 4 أسئلة، كل سؤال لديك حوالي 3 دقائق للإجابة عليه، ولكن لمرة واحدة فقط يحق لك التمديد بدقيقتين عندما تطلب ذلك إذا رأيت أن الوقت لم يكن كافياً لإيصال الفكرة التي تود أن توصلها، وكذلك الأمر بالنسبة إلي. إذا أردت أيضاً التمديد يحق لي لمرة واحدة أن أطلب هذا التمديد. ولكن فاجأني عندما كنا في بداية الحلقة نكتب أسماء معارضي جاد شويري أنك لم تكتب اسم الأستاذ إلياس الرحباني، لماذا؟ رغم أنه من أبرز المعارضين ربما. لأنه ما كان معارض، يعني الحلقة اللي عملتها بحديث البلد على الـ MTV عامل حاله ما عرفني، مش عامل حاله من معارضية، بالعكس وقت سمع أغنية وهيك قال كتير مهضومين، ضيق هو بيعمل أغاني كمان خفيفة. ليش قلت عامل حاله ما عرفني؟ تقلك يعني ليش من لأنه ممكن لأنه أن يكون فعلا لم يعرف جد شوية؟ تقلك ليه؟ لأنه لو بتحضر الحلقة على الآخر بتفهم أنه عامل حاله، لأنه وقت وصلنا على آخر الحلقة قلت لهم حخبركم، بتعرف بيجيك كروتة بحديث البلد، قال خبرنا سر، قلت لهم حخبركم ليه أستاذ إلياس الرحباني عامل حاله ما بيعرفني، لأنه أنا في مشكل بيني وبين ابنه غسان، لأنه مرة تمسخرت على الفور كاتس، ما تمسخرت، كنت عامل كليب اسمه المزيكا، حطيت كل الفنانين وسميتهم The 84 Cats، الـ 84 كات، لأنه كانوا كل جمعتين عم بغيروا وحدة، بقى زعل مني من وقتها، قمت وقتها عم خبر أنا الخبرية، شو بيقوم بنط بيقول لي ياسر حبين، قال أبداً نحن حكينا بالموضوع بس منه زعلين منك غسان، يي كلهم نطوا وقالوا المخرج باسم كيستو قال اوعى نشيلها هيدي الفكره، بينت بالحقيقه انه مزبوط كان بيعرفني وحكى بالموضوع مع غسان، فمش قصه معارضه. يعني تجاهلك؟ تجاهل. زعلان انه تجاهل؟ ابدا بالعكس، لانه بينت انا عن بينت الحقيقه، يعني بينت ليش. السؤال الاول تفضل. بلسان معارضيك، يقول معارضوك من اين لك هذا؟ هل هو من تجارة الفنانات؟ من أين لي ماذا؟ من أين لك يعني؟ طبعاً من أين لك هذا؟ أنه أنا شاب اشتغلت، مش بس اشتغلت كفنان، اشتغلت كفنان، اشتغلت كمخرج، واشتغلت كبروديوسر بعدة قصص. أنا أول شيء جاي من عائلة ميسورة مرتاحة، ما جيت على الفن من عدم، لا من عدم ثقافة ولا من عدم اجتماعي ولا من عدم فاينانشال، يعني نعم مادي. فاللي عملته بالفن اول شيء ما معي ملايين، يعني قادر اشتري، اشتريت شقه، اشتريت بيت، واقف مع اخواتي، لا يعني بس من وين؟ ابدا يعني انا محلات بالداون تاون ببيروت بالاشرفيه، هو كلهم هلا صاروا، يعني هو ما كانوا على ايام العائله الميسوره، صاروا بعد. انا ما عندي ولا محل، ما عندي محل بالداون تاون، محلين قال باسم الوالده. ابدا ما عندي محل، عندي محل تياب بنيو جديدة، ما عندي محل بالداون تاون، عندي بيت بالأشرفية شاريه وربحت فيه كثير، انبسطت لأنه اشتريته كان بعدهم الأسعار واطية، هلا غليوا، هلا صار حقه غالي. بس تقلك تنرجع لموضوع تجارة الفنانين. لماذا هذا الاتهام؟ تقلك ليش؟ أنه أموال لأنه في فنانين جاد شويري هي لأنه تاجر ببعض الفنانات الذي سوقهن بطريقة عارية، وكانت يعني نوع من التجارة في الأشياء. تقلك ليش؟ لأنه يمكن بعض الفنانات اللي أنا اشتغلت معهم هن حبوا يتاجروا بحالهم يصطفلوا، بس أنا كنت كمخرج وسيط؟ ولا مرة أنا ضاع بين اسمي وأسامي، أسماء تانية، أسماء تانية يمكن مين؟ أسماء تانية العالم مين؟ العالم بتعرف، مش ضروري بيعملوا نفس الاسم؟ يمكن ما بعرف، مش ما بس أنا حتى بالمجلات ينزل اسمي كاسم تاني أول ما طلعت. وبعدين أنا اشتغلت كمخرج، ما بحياتي كنت مدير أعمال ولا وحدة من الفنانات اللي اشتغلت معهم، ما بحياتي. بتعرف انت ان انا مدير اعمال شي وحده؟ هلا مش ضروري تكون مدير اعمال، كيف يعني ليه؟ لما ليه؟ تسوق فناني بطريقه مبتذله. انا بدي اقول لك توني، انا جاي فيه انا ما بلاقيها مبتذله، انا بلاقي ان انا جاي لما تحط ماريا بالبانيو عم تتحمم بالحليب. تقلك شو يعني؟ انا وصغير بحضر مادونا، بحضر بريتني سبيرز، بحضر كايلي مينوغ، بشوفهم كلهم بهالاسلوب بغنوا لانه عم بيعملوا شيء ترفيهي. انا هلا عم بقول ان انا غيرت اسلوبي لانه اكتشفت انه في عقليه، في مجتمع مختلف طبعا بال 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 بالطبيعه، بس انا ما كنت عارف انه في اول شيء يا حيستعملوا هلا هالمواضيع كرمال هن. الم تتاجر ولا لمره ولا مره واحده؟ انا
ألم تسوق؟ كل ليرة عملها فيني أحكي فيها لل 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 ألم تسوق؟ ولا مرة بحياتي فنانات. ولا مرة بحياتي بحلف على غاص أمي وعلى أعز شيء عندي بالحياة ما بحيت مني عايز يعني. هل تنكر أن بعض الفنانات اللواتي تعاملنا معك ما بدي أعرف لم يتاجروا بأجسادهن؟ ما بدي أعرف، هيدا شغلتهم. تعرف ولا ما بتعرف؟ ما بدي أعرف يعني، مثل غيري بسمع بس ما بدي أعرف. تسمع بس ما بتعرف، لأنه هيدا شيء زين. من تبرئ منهن؟ خلص الوقت. فيك تمدد إذا بدك. ما بدي مدد لك أنا؟ لا بدك تخصق على غير أنا؟ على غير قصص. بدك تجاوبني لمدد ولا لا؟ بدي أسألك من تبرئ منهن؟ مثل ما أنت وحظك. بطلب تمديد دقيقتين. من تبرئ من الفنانات اللي ما بتقبل إذا قالوا لك إنه هذه الفنانة تاجرت بنفسها بتقول أنا أكيد إنه لا؟ بس اشتغلت معهم وما اشتغلت معهم وعملت حفلات معهم اشتغلت معهم يعني اشتغلت لهم أو سوقتهم بهذه الطريقة اللي اعتبرت في عليها علامة استفهام. لك في 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 فنانة صار في حكي بيني وبينها ونزلنا بالصحافة سوا وصار في أخذ وعطى يعني، وعالم ما بعرف ليه أخذ عنا هلا عن فكرة عاطلة خصوصا بمصر. هي الفنانة روبي. أنا بقول لك الفنانة روبي على حفلة يمكن هيدا هول أحاديث صاروا حفلة غناء خاصة إجاها عدة مئات الألوف الدولارات رفضتهم لأنه كانت حفلة خاصة. أنا هيدي عم خبرك الخبرية لأنه أنا عملت. ايه شو اللي بيثبت لك هذا الكلام؟ أنا عملت لأنه قدامي صار الموضوع حفلة عند ناس ببيت خاصة غناء ومئات الألوف الدولارات رفضت روبي. روبي من الفنانات اللي أنا مش بس بحبهم كفنانة لأنه بيعجبني، بحب صوتها، بحب هالألعاب. لماذا تصنف روبي بخانة؟ لأنه انحطت بهالخانة، غنت بهالخانة، عملت كانت الموجة سائدة. مين حطها؟ مين بتحمل المسؤولية؟ أنا بقول هي حطت حالها، بس هي كمان هذا الشيء فايدة لأنه انشهرت، بس العالم ما بتعرف قدي روبي نظيفة وقدي بنت قلبها نظيف وعقليتها نظيف. يعني إذا بدك من كل الفنانات اللي اشتغلت معهم تبرئ روبي؟ من كل ببلشنا بأول وحدة، خلينا نحكي بالأولى. الفنانات اللي اشتغلت معهم، في كتير فنانات أنا اشتغلت معهم مثل جوانا ملاح، في فنانات اشتغلت معهم مثل ما ظهرت ولا مرة بشكل. اشتغلت كمان مع دينا حايك، ليه ما جبت لها سيرتها؟ اشتغلت كمان مع غيروا الكليب لانك اظهرتها بمظاهر. ابدا مش مزبوط هذا الحكي. هي قالت هالكلام؟ ابدا هي قالت هالكلام. بدك تمدد؟ لا انا ما حمدد، بس تقلك. طيب خلص، دينا حايك مش هيدا كان الموضوع. خلص ننتقل الى السؤال الثاني. بلسان معارضيك، يقول معارضك، دايما مذكر انه معارضوك مش انا. وصلنا إلى الزمن الأردأ من الرديء عندما أصبح يطلق على معقد جنسي لقب فنان اسمه جاد شويري، هوسه العري، الإباحية، واسترخاص الجسد. هذا الشيء أنا بلاقيه سخيف. تقول لك ليش؟ لأنه ما بدي أرجع أقول قصص كتير قلتها وقلتها على التلفزيون المصري وبعيدها بإنترفيواتي. ما بدي أقول أنا جاي من ثقافة أجنبية، جاي من علم. أنا درست بفرنسا. الثقافة الأجنبية تستبيح تقلق. تستبيح الجسد. الجسد مقدس في الغرب ربما أكثر من مجتمعاتنا. خليني أفسر لك. بدك تعطينا هالوقت فسر لك كيف ولا كيف يعني؟ هلا بعد ما دقيقتين ونص. يلا في شيء كان اسمه، حرجع عيده، فيمينيزم بخاف من إنه المرأة تكون سلعة جسدية. نعم. في شيء جديد إجا من بعد بيقول المرأة حرة لدرجة إنها هي إذا بدها تستخدم جسدها. نعم. هيدا حقها. هيدي الحرية الغربية اللي بتوصلها. أنا ما بلاقي إنه العري هذا شيء عيب، ما بلاقي إنه نحن منا مش بس شهوات، هذا جمال. وقت اللي أنا بدي أسألك، كل اللي ظهروا معك هني كانوا أحرار باستخدام جسدهم بالطريقة اللي استخدمته، ولا أنا اشتغلت مع فنانة، ولا أنت كنت عم بتوجههم، ولا الايزي ماني او ما اشتغلت مع فنانه السريع والشهره السريعه. ما اشتغلت مع فنانه تحت ال 18 يعني، هي كانت. طيب لماذا قيل انه معقد جنسي؟ انا بالعكس، ما هن المعقدين اللي بيقولوا عني معقد. انا بالعكس انا مرتاح مع حالي، انا متحرر يمكن. ايه
جايه من 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 باك جراوند مختلف، ما بنشوف يعني انا بشوف بنت لابسه سي ثرو على الطريق شيء مبينه شوي، ما بضط عليها وبهجم عليها، ليه اذا حلوه بقول حلوه، منا حلوه بقول غلطانه لابسه هالقصير، بس اذا حلوه ما عندي هال، بالعكس مني معقد. العالم ليه بخافوا من هلا من هالتظليل؟ لانه بخافوا من شهواتهم، بخافوا هن يكونوا يغتصبوا يا ما ينطوا يا ما يلاقوا. كل امراه كل امراه بتعتبر انه هذه العقد المدفونه بداخلك عم بتجرب بالعكس طلعها كلها باعمالك لبرا؟ انا بتقول لك ليه، لانه وقت بلشت وعملت هالكليبات كنت ملاقيها طبيعيه. انا وقت ببرم بحضر الام تي في ولا مره شفت فنانه استعراضيه اجنبيه مسليه منا، حتى سيلين ديون مغايا كاري اللي هي عندها اقوى صوت بالغرب بتلبس مزلط وبتنزل بالمي وبتطلع من المي بالغرب الشذوذ مسموح في بعض الدول الغربيه، الشذوذ مسموح، تزوج الرجال من الرجال والنساء من النساء. هل انت ممكن توصل بمجتمع شرقي يرفض هذا الموضوع تقول انه بالغرب بيصير هيك، انا حابب اعمل هيك؟ لا انا ماني حابب اعمل هيك، لانه انا هيدا مش 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 طريقي، بس انا بحترم هذا الشيء، لانه انا ما بلاقي حدا عم بيضروا حدا. بتقول لي مثلا البيدوفيليا، بقول لك ليك بالغرب شو عملوا حتى بالكنيسه، بالكنيسه اللي هي شيء مقدس. مزبوط. ليك قديش هن حقيقيه مع حالهم، نزلوا الخوارنة. صحيح. اللي هي ايه بقول لك البيدوفيليا اكيد لازم ينعدموا، يمكن حتى البيدوفيليا هو الاعتداء الجنسي على الاطفال او الشذوذ مع الاطفال. ايه بس شيء ثاني، العالم هن حرين باجسادهم، منهم عم بيقربوا علينا. فاصل اعلاني، بعد الفاصل نتابع مع جد شويري الجزء الثاني من القسم الثاني. نتابع بلسان معارضيك مع جاد شويري. شو عندك نظرة بالدين؟ بدك نظرة بالدين؟ أنت مؤمن؟ أنا مؤمن. إلى أي درجة؟ بتقلك إلى 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 درجة إن اطلعت على كل الأديان، إن لقيت بكل الأديان في شيء من الحقيقة. لكن سألت نفسي، هل لو أنا خلقت بدين تاني غير ديني كنت أنا طلعت على أديان تانية؟ هل كنت أنا اقتنعت بس بديني؟ نحن عنا أنا مشكلتي مع الدين. شو كانت أنيتك عندما طلعت على كل الأديان؟ هل ممكن أن تغير دينك إلى دين آخر؟ قلت لك بكل الديانات، بكل الديانات في شيء من الحقيقة، وبكل الديانات بقدر أتعلم، لكن تعمل خلاصة وكون أكيد من الجوابات اللي عندي إياها بالنسبة لإلهي وبالنسبة للدين وبالنسبة لكيف لازم أعيش حياتي، ما في جواب. يعني حتى بالبوذية، حتى بالدروز اللي كان كتير صعب اني اوصل لمعلومات اعرف كيف بيفكروا، ان كان بالمسيحيه بالاسلام، بس انا سؤالي ما في جوابات على كل شيء. ما في، يعني انت اليوم لم تمتلك بعد اي قناعه تجعل من جاد شويري ان يعتنق ديانه غير دين. عندي قناعه من اي دين؟ من كل الاديان. انا خلقت مسيحي. إيه؟ لكن انا بلاقي بالاسلام. اذا اردت اليوم ان تعتنق ديانه غير ديانتك، اي ديانه تختار؟ ليك انا كثير لقيت بالبوذيه في شيء، مش بالدكترين، يعني مش بالبيس تبعها، ليه نحن جينا على الحياة وكيف نحن بدنا من حياة لحياة نغير. لأنه يمكن بالديانة البوذية في أمور كتير تتماشى مع وجهة نظرك. مزبوط. لقيت بالديانة البوذية في شيء كتير انترستينج، ولقيت بالديانة الإسلامية لأنه آخر ديانة نزلت على الأرض، في قصص تكاملت كمان من محلات انا ما كنت فهمانها يمكن بديني حتى. بقى انا تقول لي انا بدين يا ما بدين، انا بقول لك بتطلع على كل الديانات. نعم. وبدك بكل دين فيني 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 اتشاور معك، بس خلينا نبقى على على السؤال على الثالث. بلسان معارضيك، يقول معارضوك توبة جاد شويري سببها والدته. والدتي؟ يعني انت اليوم تائب، عندك تحول، عندك توبة، يعني أنت نوع من أنه رافض، يعني مراجعة الذات، عم تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهو هذا السبب تعلقك الكبير بوالدتك، ليقيل أنه بفترة من الفترات وصلت إلى حد أن تتبرأ منك. أنا أتقلك اللي صار، لا مش فترة من الفترات، أنا قبل ما غني، قبل وقت قررت بدي فوت بهالمجال، أهلي اتنيناتهم بي وأمي قالوا لي انسى، لانه نحن ما بعتناك حطينا دم قلبنا على تحط روح على احسن جامعات بفرنسا واحسن جامعات بلبنان واحسن مدارس،
وربيناك بالطريقه اللي نحن كنا شايفينها كرمال انت تروح تفوت بالفن ونحن منا شايفين. معهم حق لانه ما عندك الصوت. انا هلا ما جد لا تمتلك الصوت، لا تمتلك الصوت، لا تكون امتلك مغني. صوت على قدي يعني المرأة فيها تغطي عن عاهة صوتها، يمكن اذا كانت مرة حلوة. انا عم بعمل شيء ثاني، انا عم بلحن، ايه بخلص لك يعني انه بالغنى يعني ليه عم غني راب وقت عم بقول لك شكلك كده، وقت عم بقول لك يعني شكلك كده واخداها شطارة اخر اللي عندي يا حلوة. هيدا راب جاي زي وتيمبلاند وامينام اللي هن اكبر. خلينا نحكي عن التوبة، على التوبة انت خلينا نحكي عن التوبة. انت وقت لا 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 رح نحكي بس لا مش قصة وقعت انا بدي ارجع لسؤالي الاساسي. سؤالك الاساسي ليش هذه التوبة؟ ليش تاب شوي التحول؟ جاوبتك عن قصة الصوت. لا بعدين نحكي على الصوت، بعدك بنحكي على الصوت. لماذا هذا التحول بجاد شويري؟ التحول فيي اجا لك قطعت بشي بحياتي، شي صحي. شو هو؟ انا كان من قلي انه ما لازم احكي بالموضوع لانه شي كتير تعبني صحيا، بس حقوله لاول بس مره. في يكون رساله لك كتار. صار معي شلل بوجهي. صار معي جديد شلل. لا من فتره. اضطريت ابعد عن كل شيء، يعني في عالم كثير سالوا ليش عم برفض كنت حفلات. نعم. عم برفض اعمل كليبات. صار معي شلل بوجهي. سلام. نص وجهي يعني ضل عيني مفتوحه، تمي ما بيسكر وما بقدر نام الا على عين وحده، باقي هذا الشيء شهرين. مشان هيك كنت عم بحكيك بالدين، قربني كثير من امور، قربني كثير من الله، قربني كثير. بالعكس قلت انا وصلت لدرجه انه اذا حيبقى هذا الشلل بوجهي انا قبلان فيه، بس ما بق بدي اكون منك هذا الشيء لقيته، لانه انا بمسيرتي يعني انت ما قربت من الله، يعني لما قربت من الله وعملت هذا النوع من الارتداد وحسيت هذا الموضوع اعتبرت انك لازم تتجه الى الطريق الصحيح. يعني هذا لا هذا انا ما بعتبر الطريق اللي كنت اعترافك انه كنت بطريق خطا غلط. هذا اللي بدي اقول لك إيه؟ انا بعدني مقتنع بقناعاتي، ولا ما كنت هون عم دافع عنها. نعم. بس انا لقيت انه ما بق في لزوم انه اقنع العالم بقناعاتي، انا خليني على حالي وخلي ابعد هالنظرات. حسيت في نيجاتيف انرجي اجتني، نيجاتيف هالعين مثل العين علي، عين على النجاح اللي عملته. مش غلط شيء اجى علي. مش ممكن التعامل مع النيجاتيف ينعكس عليك نيجاتيف؟ ما في شيء بالمطلق. خلص الوقت، حابب تمدد لتكمل فكرتك؟ هيدا قبل اخر سؤال. قبل اخر سؤال ما بتصور بحاجه لتمديد له. حابب تمدد ولا مش؟ قل لي شو اخر سؤال. ماما انا بقول لك ما في حاجه للتمديد. يمكن احتجت. لا برجع بمرقهم باخر سؤال. حابين عم برجع احكي على الصوت معك بهذا التمديد. تفضل. هذا التمديد اذا اخذت التمديد، لما اخذت التمديد ما راح. لا ما حاخذ التمديد، يمكن برجع بوصل فكرتي بالموضوع الثاني. تفضل. انتقل الى السؤال الرابع والاخير. بلسان معارضيك يقول معارضوك: من هو جاد شويري ليتطاول على فيروز وعالمية فيروز؟ اوكي، هيدا كثير حلو الموضوع. كنت بمقابلة مع صحافة، بلشنا عم نحكي عن إليسا. قلت له قد ايه انا معجب بفن إليسا وبصوت إليسا وبذوق إليسا. قال لي إليسا اخذت الجائزة العالمية، يعني صارت عالمية، بتطمح انت لهالشيء؟ قلت له اكيد إليسا اخذت العالمية وبتستحقها، بتستحق العالمية، لكن بعد ما صارت عالمية. كلمة العالمية بس اللي سألك مش عارف الجوائز كيف بتنشرها؟ أنا بلاقي تنشرها يا ماما. ما تنشرها، ما بيعرضوها للبيع لما حدا بيستحقها. بقى هيدا نشيلها على جنب، لأنه إذا ما بتستحقها ما حيجوا يعرضوها على حدا بعده طالع وما عم ببيع. وقتها إليسا أنا بشوف ألبوما بالفناك بباريس وبال خلينا بفيروز. أوكي خلينا بفيروز. بقى كملنا وصلنا لمحل قلت له لا، يعني العالمية لفنان هي إنه يمشي على الطريق بنيويورك وبلندن وبطوكيو والعالم تعرفه، هيدي العالميه. مش الجاليه العربيه بشيكاغو، اذا حدا عربي شافه. اما انا اذا حدا عربي شافني بلندن صرت عالمي؟ لا، العالميه هي انك كل العالم تعرفك. بقى قال لي لكينا هيك، يعني فيروز منا عالميه. هو اللي قال لي. مين هو هذا الاعلامي؟ الصحفي إلي باسيل. اوكي. قلت له حبيبي فيروز شيء سيكرت، شيء ما منقرب عليه. بلاه هذا السؤال. لي لا، بس انت بحديثك فيروز يعني منا عالميه. قلت له فيروز اكبر من انها عالميه، لان هي تراثنا اللبناني. لكن مزبوط، اذا فيروز مشيت يمكن بنيويورك على الطريق
واحد عايش بأمريكا كل حياته ما حيعرفها. في شيء غلط هيدا الحديث يا ملاء. عم أقول لك ما خلصت هون، يا ريت خلصت هون. كملنا بالحديث، رحنا وجينا، قال لي مزبوط، سمعنا إنه غنيتك لعبت بمغبية بأوليفيا فالير بالنايت كلب. قلت له مزبوط، الغنية عم تنلعب هونيك. أنا هيدا الشيء بيشرفنا وكتير مبسوط. شو بينزل التايتل؟ يا ريت بس نزل عن فيروز، أضرب من هيك بكتير. فيروز ليست عالمية، لكن أغنياتي تلعب في أوروبا. أنت حضرتك عندك مجلة هلا، هيدا سكوب فظيع. بس قد ايه هيدا مضر للفنان؟ أنا ما قلت هالشيء أبداً. وبعدين وقت بتضم هالجملة لهالجملة اللي حدها يعني مستفزة لدرجة. طيب. أنا بغض النظر عما ورد في المقابلة الماضية، أسأل السؤال من جديد، هل تعتبر اليوم، هل جادي شويري يعتبر اليوم فيروز عالمية أو لا؟ فيروز يعني فيروز، عبد الحليم، أم كلثوم حافظ الألقاب طبعاً، وردة، محمد عبد الوهاب، مش عايزينهم. لا هل تعتبرهم عالميين أو لا؟ مش عايزينهم أنا يعرفون بنيويورك، بيقدونا نحن هن تراثنا. هيدا عالميين، هاي دبلوماسية يعني. هلا ما تسيرني عالميين. تعتبرهم عالميين ولا لا؟ عالميين لتراضي الجمهور. لا بدك تمدي؟ عالمي ايه بدي مغد، لأنه هيك بدنا نحكي بقصص تانية. ما رح أعرف، أنا بحكي باللي بدي إياه هلا. عالميين، أنا بقول لك حتى هلا وقت براجع حالي إليسا عالمية، لأنه إليسا أنا كنت بالكوي بلاس فيغاس، سمعت أول غنية قلت أنا واو، حاطين غنية لإليسا هي، وقز التانية وقز التالتة طلع الألبوم. عيطت له للويتر قلت له سوري بس مين حاطين؟ قال لي إتس لابنيز ديفا كولد إليسا، إيفري سينجل كاستمرز ذات كمز إنتو ذا هاوس asks about her. يعني كل شخص بيجي على المطعم بيسألنا مين هالموسيقى اللي حاطينها. طيب يعني يعني كلنا فينا نوصل. انا في عالم بيسمعوني اجانب وقت اللي عملت غنيتي الاجنبيه، في عالم سمعوها. هيدا انا ماني واصل قدهم قد إليسا، اكيد بعيد كثير عن عمالقه مثل اللي سميت. هيفا عالميه، هي اكيد هيفا عالميه، اكيد هيفا عالميه. هيفا شركه مثل لوي فيتون، مثل لوي فيتون إيه تاخذ هيفا. سوري بس ما بقى حدا يعني خلص. اذا هذا المقياس، ايه هذا مقياس، اذا هذا المقياس، المقياس المعرفي انه هيفا. انا اول قبل ما غني كتبت عنا مقال، قلت انا اذا عنا تشانس بلبنان حدا من عنا يوصل للعالميه ويقعد شاكيرا وجيلو ببيوتهم هي هيفا. بعد ما كانت نزلت اين انت من الخلاف بين ورثه الاستاذ منصور الرحباني وفيروز اليوم؟ ما انا تقول لك عم بقرا هلا ليتلي عن الموضوع بالمجلات. كنت ما كنت بلبنان، كنت بكازابلانكا وقبلها بلندن وقبلها بالاردن. يعني ما كثير تبعت الموضوع، ما بدي اعطي رايي بشيء ماني كثير قاري عنه وماني كثير عارف الموضوع. بس عرفت انه صار في اعتصام كمان بالداون تاون، صار في بالقاهره اعتصام، وبلبنان بالمتحف الوطني صار في كمان. مزبوط، ما حاعطي رايي بشيء ماني يعني ماني مطلع مزبوط عليه بكل صراحه. يعني هيدا الشيء غلط بس ما لحقت. ما كملنا عن دخلك هيدا التمديد. لا خلص، بعد عندك 5 ثواني. يلا يلا لحق، شو بدك؟ لازم غني بالخمس ثواني. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، بعد الفاصل نعود إلى الفقرة الأخيرة من بلسان معارضيك في هذه الحلقة الشيقة مع جد شويري. نصل إلى الفقرة الأخيرة من بلسان معارضيك مع ضيفنا في هذه الحلقة الفنان اللبناني جاد شويري. بدي منك هلا تكتب لي رساله لحدا. مين برايك هالحدا اللي بدنا نطلب منك انك تكتب له؟ اسم الله كثار، يعني ما عم يجي على راسي حدا معين. مثلا برايك، تفضل، برايك لمين بدنا نطلب منك تكتب رساله؟ بدي جاد شويري التائب أن يوجه رسالة. مش حاببها هيدا كلمة التائب، لأنه ما بقى يمكن ما بقى حفوت بهالخط، بس أنا بعقليتي أنا أنت ما تحبه أنا أنت ما تحبه أنا حببه. ما أنت عم تقوله باللاوعي تبعك، عم تقول بعد التوبة. جاد شويري التائب أن يوجه رسالة إلى جاد شويري ما قبل التوبة. شو شاعرية يعني. حلوة. إلى جاد يعني. إلى جاد جونيور. لا، إلى جاد ما قبل التوبة.
كل اللي بتفكر فيه يعني كل تجربة شو علمتك ارتدادك البناء على شو رح أقول يعني ما يعني شو صعب بدي أقول له بدي أقول له لا بدي أقول له ميرسي بدي أقول له شكرا تبلو. لأنه لولا تبلو. جاد تبلو. سقفتك أجنبية بس ما عندك مشكلة باللغة العربية لا بدبر حالي إذا عندك مشكلة باللغة العربية اكتب بالفرنسي أو بالإنجليزي وبنترجم ما عندنا مشكلة ما عندي مشكلة لأنه لولا جاد لولاك لما كنت على ما أنا اليوم يعني لما كنت على ما أنا عليه اليوم من نضج وأقول لك ما في محل لا خد كمل وأقول لك هون أنت بدك تكملها وداعا او الى اللقاء ابقى مدفونا الى جاد يعني جاد ما قبل التوبه شكرا لولاك لما كنت على ما انا عليه اليوم من نضج واقول لك ابقى مدفونا يعني خليك جوا هلا نعتذر عن الاخطاء في اخطاء اكيد في اخطاء انا بس بدي اعتذر انا عملت كنا بالحرب لانه ما بحب اعطي عن العربي تبعي منه كثير منيح بالحرب انا عملت بكالوريا فرنسيه واخذت العربي كلغه ثانويه وكنت ملهي بالحليب والنسكافيه والكورن فليكس وما الى هنالك شكرا لك جاد شويري اذا على هذه الحلقه المميزه شكرا لكم مشاهدينا إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل طبعا هذه الرسالة سنضعها فقط على سبيل لأنه بالنتيجة عملتها لنفسك يعني ما رح توصل إلا لحالك رح أعطيك إياها لك بس بعد ما نعمل عنا نسخة نحتفظ بنسخة عنك نحتفظ باللابتوب كمان لا اللابتوب لنا هيدي هي الرسالة رح نضعها هون هلأ بنعطيك نسخة عنا بتحتفظ فيها ونسخة تانية إذا التقينا بلقاء آخر ارجع ذكرك ماذا كتبت بس أنا حصرت حالي فيني أبقى مدفون فيني ما أبقى طيب شكراً لك ميرسي توني ميرسي كتير تصبح على خير تصبح على خير